لسه بقول لضيوفي قبل ما نطلع الهوا، وفي ايه؟ شويه تبقى إيه كل الاخبار عن سوريا، بنتكلم على المستوى العربي والاقليمي والمستوى الدولي، وفجاه ما يبقاش فيه اخبار، فجاه سوريا بتتضرب، فجاه الناس تهدى، هو في ايه؟ بتحاول تفهمنا كده دكتور محمد، هو في ايه؟ هو يعني بعد ما هدوا سوريا بيلموا دلوقتي عشان يدعموا سوريا زي اعمار العراق، بيفكرني باعمار العراق طبعا. واعتقد ان دي يعني دي مسائل، اولا مساله اعاده الاعمار مساله يعني هي موضوع سياسي بالاساس، يعني مش موضوع اقتصادي ولا موضوع تنموي. لكن الازمه الحاليه في سوريا هي طبعا هي جزء من امتداد لحاله عدم استقرار بشكل كبير في النظام العالمي. يعني في الوقت لو خدنا مثلا الضربة الثلاثية اللي حصلت على سبيل المثال، رغم انها قوة ثلاث أساسية كانت بعضها كانت هي المهيمنة على النظام العالمي في قبل الحرب العالمية الثانية، بريطانيا وفرنسا بجانب دول أوروبية أخرى، بجانب دولة أخرى هي الدولة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك يعني تم ضربة خاطفة سريعة ثم عادت الامور او عادت الدول الثلاثه الى ما كان الوضع عليه قبل الضربه ده لغايه دلوقتي، رغم انه الله اعلم اللي حصل على مستوى ضخم وعلى مستوى عالي في قمه النظام الدولي، فاعلين رئيسيين، ومع ذلك نحن اذا احنا في حاله سيوله في النظام العالمي. لا الولايات المتحده الامريكيه عندها تصور ولا استراتيجيه واضحه للتعامل مع الازمه السوريه، بدليل انه الاقتراب من الأزمة السورية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء أوروبيين بعد ما نجحت في استقطاب دول أوروبية أنها تشاركها في عمل عسكري، اقتراب سريع ثم عودة مرة أخرى إلى الوضع المربع الأول. مفيش عمل سياسي حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، عمل عسكري، رغم حتى أن العملية العسكرية دي المحدودة لها أبعاد سياسية ولها تداعيات سياسية بالتأكيد طبعا، إنما تظل هي أداة عسكرية. لا توجد رؤية واضحة من جانب القوى العظمى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تحديدا للتعامل مع الأزمة السورية، فبالتالي طالما غابت الرؤية السياسية لا يمكن الحديث عن تسوية سياسية للأزمة. على الجانب الآخر روسيا مازالت لا ترى انه لم تحن اللحظة بعد لفرض مشروع للتسوية او حتى لاجبار النظام السوري على القبول بتسوية محددة. معنى كده يعني كان عندنا مسارات للتسوية، كان مسار جنيف اللي كانت تحت مظلة الامم المتحدة وكانت بترعى الولايات المتحدة الامريكية، هذا المسار مات تماما بفعل التدخل العسكري الروسي، بفعل دور روسيا في استحداث مسارات اخرى، مسار الأستانة ومسار سوتشي. فبالتالي نحن اذا لا توجد استراتيجيه سياسيه ولا توجد رؤيه سياسيه حتى للقوى الاساسيه الفاعله فيما يتعلق بالملف الروسي، لا الولايات المتحده الامريكيه ولا حلفاء الاوروبيين ولا روسيا، ما زالت ترى ربما يكون في جعبه روسيا تصور ما لسلام او استقرار او يعني لتسويه او انهاء، خلينا نقول انهاء للازمه السوريه بوضعها الراهن. ولكن من وجهه نظر روسيا اذا افترضنا حتى ان هذه الرؤيه موجوده وهذه الاستراتيجيه موجوده، لم تحن اللحظه بعد من وجهه نظر روسيا ولا حلفائها الاقليميين ولا النظام مع النظام السوري، لم تحن هذه اللحظه لفرض مثل هذا التصور. ما زالت الاداه العسكريه هي الاداه التي تستخدمها روسيا للتعامل مع او فرض موازين